بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعضاء وزوار قناة المحسنين للرقية الشرعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأعزاء، تعرفوا على ثلاثة أشياء لا ينجو منهن أحد على وجه الأرض، فما هي تلك الأشياء؟ دعونا نستمع إلى هذا الشيخ وماذا يقول. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال قتادة رحمه الله: ثلاثة لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. ثلاثة لا ينجو منهن أحد من خلق الله: الطيرة، التطير، التشاؤم، والظن، ظن السوء بالناس، والحسد، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. عليك أن تجاهد نفسك على دفع التشاؤم والتطير، عليك أن تدفع عن نفسك الظنون السيئة بالمسلمين الصالحين، لأن الله تعالى قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعليك ألا تحسد أحدا على ما أعطاه الله عز وجل. الحسد يفكك الروابط بين الناس، يورثهم البغضاء، يورثهم الشحناء، يجعل نار العداوات تذكى بين الجيران. الجار يحسد جاره على بيته، على سيارته، على أولاده، بل الأخ يحسد أخاه من أمه وأبيه إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى شيئاً.